أنا الصورة الأولى يعني رسالة المواطن اللي بعث لنا هذه الصورة اللي قال لك عمود في وسط رصيف ضيق يشكل خطرا على أطفال المدرسة الذين يمرون عبره يوميا، وهذا العمود هذا جاي في حي لصاص بشرشال، وهذه رسالة لجماعة المحلية بشرشال وخاصة لمؤسسة سون الغاز، ومنه جسر الأطفال راح يعني يحبطوا ويروحوا للطريق يخرجوا للطريق، وعلى بالكم مخاطر الطريق انه مشكل تاع السيارات ومشكل حوادث المرور. واش رايكم في الصوره الاولى هذه؟ نظن على السلطات المحلية سواء كانت بلدية ولا ولاية الإسراع في إيجاد حلول، يعني لازم تكون لجنة لدراسة يعني مثل هذا التصرف، يعني مثل الأشياء اللي نشوفوها في الشوارع تاعنا واللي تشكل خطورة على من على أطفالنا. احنا نشوفوا باللي حوادث المرور اللي تصيب بزاف الأطفال، يعني حتى اللي تدي الوفاة ديالهم في كثير من الأحيان، وهناك حتى يعني إحصائيات اللي تقول أنه يعني كاين حوادث المرور اللي يعني تقيس الأطفال. وراهي في ارتفاع، ماذا بينا نشوفوا انه مثل هذه التصرفات ما تكونش. وعلى السلطات المحليه سواء كانت بلديه ولا حتى ولايه، ونظن هنا تدخل ولايه لانه تكون هناك لجنه لدراسه مثل هذا المشكل اللي يؤرق السكان، ان شاء الله ياخذوه بعين الاعتبار. خطر على اولادنا خاصه في الشتاء، خاصه الاطفال. ياسين الاطفال عم بالك يكون يمشي في الطريق ما على بالوش الخطر منين يجي، بيكون يلعب بيكون يمشي كيشوف هكايا عمود في وسط يعني الحاجه الاولى اللي راح يخرج للطريق، يعني يكون ما واحد يكون يمشي بالعقل، ولا الا خرج له طفل صغير وخطر ثاني كذلك الاطفال والامهات، لانه باعتبار انه بعض الامهات راح تجيب الدراري تاعها من مسيد، دونك بالتالي في زوج يخرجوا للطريق ويصرى يعني مشكل حادث مرور. نروحوا الى الصوره المواليه مع المخرج امير. الصوره المواليه من مدينه تلاغمة ولايه ميلا، انه اشاره من اشاره مرور بالعاني خربشوها، ولا المناخ اللي خلاها ربما هكذا، الحراره والامطار الرياح اللي خلاها ربما تخسر وما تبانش. على كل حال هذه كذلك رساله للسلطات المعنيه، يعني يحبذا يدوروا يديروا داره اسبوعيه داره شهريه يا سيدي، يشوفوا اشارات المرور، يشوفوا ما هو ما يمكن اصلاحه. هذه رساله تشوه حتى صوره الحي ولا صوره المدينه. وعبالك كي تشوف هكذا مدينه ميلا، يعني تحيتنا لكل سكان ناس ميلا بالمناسبه، كي تشوف هكذا ولا غير قلبك يوجعك، لانه احنا نقولوا يجب احترام قانون المرور. قانون المرور يكون جينيرالمون يعني في طرقاتنا نشوفوه عن طريقه الاشارات اللي نوجدوها. واحد كي ما يكونش من ميلا ويجي ويصيب هذه الاشاره، على بالي الرساله اللي حبت تمد هذه الاشاره قد تكون رساله خطيره على يعني صاحب المركبه. كان فكرتيني